ريجي المدرسة اللي قضاو الفترة يعني الدراسة الجامعية التعليم العالي هنا على المستوى المدرسة خريجين وتوجهوا الميدان العملي لأسوا وكالة سياحة وأسفار وخذوا الاعتماد من الوزارة الوصية أنهم شكلوا مؤخرا في هذا السنة شكلوا جمعية وطنية لوكالة السياحة. إذن شيء طبيعي أن المدرسة يعني من واجبها أنها تحتضن هذه الجمعية وتوفر لها الإمكانيات وتكون عامل مشترك بين المدرسة اللي هو تكون أساسي وكل ما يتعلق بالجانب العلمي. إذن في هذا الإطار هذه الدول الوطنية للسياحة في طبعتها الأولى طبعا انطلقت هنا في المدرسة وراح تكون ندوات يعني في مواضيع مختلفة. اليوم شفنا يعني محاور يعني مواضيع الساعة، مواضيع اللي تتعلق بالنشاط وكلاء السياحة والأسفار، بالوضع العام اللي هي السنة يعني الاستثنائية للكوفيد 19 اللي يعني اللي عطل نشاط وكلاء السياحة والأسفار، نناقشوها من الجانب العلمي.